الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سنتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى من المعاني الكبيرة التي تحيط بالرسالة، وهي حمل الرسالة ذاتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأي بشر منا عنده يعني من نزعات البشر أشياء كثيرة جدا. ورسول الله سبحانه وتعالى كان يؤكد على بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من أشياء. فكيف يتحمل البشر رسالة تحتاج إلى انضباط أخلاقي وانضباط اجتماعي، وتحتاج إلى نمط من العبادة ونمط من السلوك وحياة كبيرة جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه الوحي ارتبك وخاف، ولذلك نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر يا أيها المزمل، من شدة الخوف والرعب. كيف يحمل الإنسان رسالة السماء ويصبح مسؤولا عن هداية البشرية إلى يوم الدين؟ هذه مسؤولية كبرى ومسؤولية ضخمة يتحملها الإنسان، لأنه ليس فقط عليه أن يقول للناس ما يجب أن يكون، بل يجب أن يعايش ما قاله للناس ويصبح هو المثال والقدوة في هذا الموضوع. هنا تأتي قضية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل الأمانة. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يرى شخصا عانى من أجل حمل الأمانة وتكلف من أجل حمل الأمانة، حمل أمانة الدعوة، وصابر وصبر في سبيلها، فليس له قدوة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فحمل الرسالات وحمل الحقائق للبشرية ليس نزهة بسيطة وليس أمرا يسيرا. فأن يكون الإنسان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ليست مهمة يسيرة وليست شيئا بدون ثمن. ولذلك هذا الثمن الذي يدفعه حاملي الرسالات إنما هو اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أيا كانت هذه الرسالات التي تطلب الحقيقة. فالإنسان المؤمن الذي يجد نفسه في مشاق حمل الدين وفي صعوبات حمل الدين وفي تعارض رغباته كبشر وبين مطالب الدين العليا والسمو الذي يطالب به، هذا الصراع بين الإنسان كإنسان وبين التسامي ليصل إلى مرتبة الملائكة، هذا الصراع اللي موجود ذهابا وإيابا في حياة الإنسان، سنجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير شاهد على هذا الاحتكاك كما سنرى في بقية إن شاء الله عز وجل الحلقات. هذا الصراع البيني بين الإنسان وبين ذاته في الارتقاء وحمل الرسالة، معاناة كل إنسان في هذا الوجود، وخاصة الإنسان المسلم الذي يعتقد أنه حامل للرسالة. هل يكون صادقا؟ هل يكون أمينا؟ هل يكون عابدا؟ هل يكون منصفا لغيره من البشر؟ هل يكون رحيما بالإنسان والحيوان والنبات والكذا؟ هل يكون رحيما بهذا الوجود؟ هل عندما يغضب أو يكره يظل محتفظا بقضية العدل؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ هل يلتزم بقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عدل لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ هل يتعامل مع الناس بمكيال واحد ولا مكيالين؟ هذه الالتزامات الكبرى التي يحملها الإنسان في الحياة كانت هي معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاناة الرسل. ويقدم لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام نموذجا أعلى في الاحتفاظ بالقيم السامية عند الغضب وعند الرضا. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.